اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل شحن على تطبيقكم السياج ثم بالضغط على ضبط الإعدادات سوف نضغط على تطبيقات من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل بحث عن سياج خاص بكم نضغط عليه بعدها سوف نقوم بالضغط على إيقاف الإجباري سوف نضغط على الموافقة من ثم سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل وضغط على مكان التخزين سوف نضغط على مسح التخزين المؤقت ومن ثم سوف نقوم بإيقاف الواي فاي خاص بكم عند تشغيله، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن سياج خاص بكم سوف يظهر لنا على هذا الشكل، عندما تجدون هنا تحديثكم بالضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم السياج وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على لا. زر اللايك والإشتراك في القناة ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.